دابا شتي جبتي ياخذوا حنا غنهضروا معاك على التجميليات اللي بغى يضعف وما ما قبل لا البصله الثومه الخرشه في الخوخ الفجر الرجله الخرطال الحامض خل التفاح البري الورق ديال 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 ليكارد ليكارد الخرشف الور هادو كلهم وصفه فعاله ضد الضعف ما بغاوش هاد الشيء لا على المذاق لا حتى حاجه خذوا واحد الوصفه سهله فعاله مجربه رحمه تدوب اشنو هي معلقه كبيره ديال المسحوق ديال 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 اللولان زريع الكتان قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس تدوب تطيح اللي بغى الضعف راه ساهله عليكم مسحوق ديال 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 اللولان زريع الكتان عدها الكرش شي بس ما كاين ملي تتبنى هادي خذوا قعقله لا كاردامون الهيل قعقله رقم واحد كوم اونتي غاز وقلنا رقم واحد كوم اون طون كافروديزياك سيكسويل بور اوم اي بور فام منشط جنسي ممتاز معلوم راه عندنا احنا في العائلات احنا المغاربه راه عندنا مشاكل اختي وكيف تنحشموا هذاك تجي غير فينا بزاف الطلاقات وبزاف المشاكل ناتجه علاش على مشكل جنسي اللي ساهل باش باش يتشافى او يداوى دابا تنهضروا ياك على التخصيص دابا حاجه كتبدلنا الحال هي احنا تكلمنا على الفول واهميته يمكن في المشاكل شي شي صفت لنا هادشي وغنكملوا الوصفه وحنا دخلنا دابا في وصفه التجميل دخلنا في وصفه ديال الغل اللي هي غير التجميل هذا ليزاج ثيرابيتيك استيتيك اون ميم طون دونك صالحه هضرنا على زريعه الكتان زريعه الكتان فعاله اش زدناها زدناها قعقله اللي ضد الغازات المعويه وقلنا راه سي تان اونتيبيوتيك ناتوريل مضاد حيوي يفتك بالجراثيم وسي منشط جنسي رائع للعيالات للرجال انا خوك عزيز عليا القهوه تنشرب بزاف القهوه ياك 10 15 حتى 20 كاس في النهار تنشرب اكثر من اللازم حيت تنسهر الور تدير لي الخاصي والوجع وتدير لي القبط ملي تناخذها بالهيل او بالقعقله ولا بلا كاردامون كاينه لا بوتيت كاردامون الا غروند كاردامون ما نساوهاش الوغ ملي تناخذها تتهنيني انا الخاصي من لي سبازم تتهنى انا من الوجع وداك الشيء كله اكثر وكتنسم الرضه راه غير بوحدها مطحونه اختي سميه راه الناس خاصهم غير يفهموا القهاوي اللي تيبيعوا في القهاوي وداك الشيء كامل ولي سناك دردرو قعقله دردرو غير فوق الاسكالوب دو داند يا غير فوق بيبي او فوق الدجاج وابنين والله ما تشبعوا ما حساك لا درناها في الشيء وكل شيء مثال بسيط واحد المذاق رائع قعقله ودابا تصوري دابا شي تيجبدنا لشي قعقله شويه ديال الكوزه شويه ديال الورد البلدي وشويه راس الحانوت هذاك وتكون قعقله والورد نص وراس الحانوت نص ودردها فوق اللحم او فوق البيبي ولا فوق الدجاج ما تشبعوا ما تشبعوش منها رائعه نعاودوا الطريقه ديك السترجمه نعطي وصفه اخرى اونكور دابا تصوري خديتي غير دوك العوينات نوره ديال الخزامه بوحدها ملي غتحنهم غتخرج خضره فعاله وطيبوا بها اللحم بوحدو غير اللحم وهي والله ما تشبعوا منه والدا سبيسيال وما مولفيناش والفن سي لا غاسترونومي الرحمه المذاق بوحدو سبيسيال ما تنساوش خزامه شنو هي خزامه راه مهدئه الاعصاب فتاكه بالجراثيم راه سي تان انتيسيبتيك راه فيها العشب خزامه دونك كاين اختي كاين ما يدار خاص غير الناس يفهموا غير سي كون كيسيون دو سافوار المعرفه نكملوا الماسك ديالنا نكملوا الماسك هذا الفول ما جبد لينا ايه وي هذاك الور بلاتي بلاتي امال التخصيص اللي غلاضات اش قلنا لهم خذوا زريعه الكتان وشي بس ما كان الورق الزيتون احنا بلاد الزيتون خذوا الورق الزيتون انهاكم من الطونسيون في حد ذاته ضد الكوليسترول وما تنقولوا الكوليسترول شنو هو الشحمه في الدم تيدوب الشحمه اذا غير زريعه الكتان والورق ديال ديال الزيتون فيه الكفايه دقه بطله الرحمه ما حساك باللي ما عندهاش طونسيون ما حساك لزدنا اليزير حتى اليزير راه بنين مي بارك عليكم خذوا غير زريعه الكتان والورق الزيتون راه غدوبوا ها طريقه بسيطه احنا كل خطره نعطيو نزيدهم شويه ديال المعرفه ونسهلوا عليهم حيت كل شيء دابا باغي يسهل ما تيبغيوش معقد علاش حتى لي ماسك كومبلكس اللي مركب دوك الوصفات المركبه تيهربوا منها العيال تيبغيو السهل علاش بديت نفضل نعطي السهل الو نكملوا دابا واش الوقت فيها وكذلك الخاصه في الثمن نرجعوا للماسك ديالنا الو نبدا هذاك اش قلنا قلنا الحوايج اللي غيرجعوا مياه والمساحيق الو رجعوا نكثروا نضعفوا المقدار ديال الحمص ونمشي الاخرى نديروا المسحوق اللي المساحيق اللي بغينا راه عطى الله عندنا الحلبه عندنا اللوبيا عندنا الفول عندنا الخرطال عندنا الترمس راه دقه بطله ضد لاكوت لاكوت لا سيديوريك فلوسون راه الترمس
سوبر دقه بطله دقه بطله ممتاز وصفه مفرده دائما احسن من المركبه بيان سور كاين لاي كاين اللونيو كاين بزاف مي غير لوليبان لوليبان ترمس فعال يعني مسوف الكفايه آه ما تنساوش دابا حاجه تجبد لنا حاجه الناس اللي فيها هذا السكري واش الا سما كاين خذوا الترمس راه هو الدواء ديال الشرق الاوسط كله باش ينزلوا السكر الميزان السكر قلنا شحال من خطره قلنا اللوز حار دقه بطله ميزان السكر بعد اللوزات في الصباح في العشيه بالليل يهنيو مالين السكر اونكور ميو احسن دابا شي تيجبد شي لوزه وحده ديال ديال زريعه اللوزه ديال اركان ديال اركان راه حاره راه مره لوزه الناس اللي عندها سكري وتنزل السكر اختي ساهله دونك شي حوايج بساط اللي بغى مثال بسيط شي تيجبد شي ياك هذه هي احسن طريقه تنهضروا مع الناس عفويين وتلقائيين من الماسك ولكن القدر كبير ديال المعرفه وكاين حاجه كتبدلنا مثال بسيط واحد غيدخل لنا في فشل كلوي وانسيفيزونس رينال هنا مشكل مطروح راه ما كاينش دواء في الدنيا اش غتخسروا شي بس ما كاين احسن دواء اطلاقا سي لا غوم ارابيك ايلانيس المسكه الحره الله يرحم والديك شو يسميه في الشرق الاوسط وتمل تونس وهذاك تيسميه اللبان هما تيسميوه لبان اما هي المسكه الحره ديالنا سي لاكوم اراديك طيب حنا نوقفوا في هذه النقطه هذه جمال نرجعوا باش نعطيو الماسك بكامل ونعاودوا المقادير ونعاودوا الطريقه الراس والعين اختي سمي الناس توخناها شويه في انواع كثير ديال الفوائد راجعين بعد فصل اشهاري ام اف ام الاذاعه اللي كتستمع لكم 24 ساعه على 24 ورجعنا لكم مستمعينا اللي كنتوا كتذكروا معنا مزيان حنا توقفنا عند الماسك ياك جمال اذا نعاودوا باش سيداتي تنقلقوا معنا نبداو بسوائلهم الاولين على عطيه مساحق نعطي واحد النصيحه قبل الماسك هي خوك تيكمي بزاف تنكمي والله غالب هكا كل واحد والعيوب ديالو ياك وبغيت ننقص تنكمي بزاف شريت اون سيجاريت الكترونيك ياك والله اختي ممتازه من ربعه الباكيات رجعت تنكمي نص باكيه قلب كاع من نص باكيه فعال ممتاز وخذ المذاق اللي بغيتي ومن كاع مثلا بوليو تاع بلاصه لا اللي قدامي ما نخمزهمش ما يشموش الكارو تامني تتبخ اش تلوح حتى تلوح غير البخار كنا عارفين هضره التدخين ماشي فقط على المدخن ولكن الناس اللي محاوطين به دونك ها واحد الطريقه خوك تيتهنى بعدا كلمه الكارو من داك الشيء كامل ان شاء الله دير معاك ان شاء الله ان شاء الله لا حول الله من غير شي جوج مباشره ان شاء الله جمال نقطع التدخين ان شاء الله بسم الله يلا بسم الله اش قلنا؟ قلنا الحليب ياك واحد معلقه كبيره قلنا عصير خيزو واحد جوج معالق كبار قلنا أربعة ولا خمسة الوراق ديال الخس الوراق ديال النعناع جوج ولا ثلاثة العراش واحد معلقة صغيرة ديال العسل الحر عصير ليمونة واحد معلقة كبيرة ديال عصير المعدنوس تلاحظي المعدنوس شوف شحال تيخدم وراه مقاوي وفيه العجبة المعدنوس راه كنا درنا عليه واحد الحلقة تعقلي يا اختي سمية واحد معلقة كبيرة ونص ديال الافوكا عصير الافوكا واحد معلقة كبيرة ديال الماء ورد في ديك الساعة نزيدوا المساحيق قلنا 50% ديال المسحوق ديال الحمص نزيدوا المسحوق ديال اللوبيا معلقة كبيرة أو نديروا العبار عينينا ميزاننا درنا نص ديال المسحوق ديال الحمص والمساحيق اللي عندنا على حسب اش عندنا موجود في الكوزينة في ديك الساعة كان غير بوحدو راه غندير نص نص من هنا كان عندي موجود البقية اللي مثال بسيط مسحوق الخرطال مسحوق ديال اللوبيا مسحوق ديال الترمس مسحوق ديال الروز لاميدون ديري راه فعال شنو هو الغسول الابيض راه هو لاميدون هو الروز مسحوق ديال الحلبه دونك عندنا بزاف المساحيق حفاتنا كاع ما عندنا والو راه عندنا الغسول هذاك الغسول ديال الشعر ديالنا راه رحمه وممتاز للبشره للتجميل للوجه ماشي غير ولا علاش كالبودرات تستعمل في هذا انت هضرتي راه اكلا خطير راه غنوصلوا هذاك نوصلوا ليه الغسول اكلا خطير فيه 320 دواء الغسول في الماكله ديالو دونك نشدوا هادشي كله غنخلطوه على شكل كريمه غسلنا وجهنا بالماء والصابون جوج خطرات مسحناه درنا الماسك لوجهنا حتى يكرم البشره الجافه لكثرنا ساعة الا ربع البشرة العادية بين ساعة حتى ساعة ونص البشرة المدمة بين ساعة ونص حتى جوج سوايع بيان سور نقدروا نخليوه حتى ثلاثة سوايع انا غسلوه يعجبنا وجهنا نديرو جوج خطرات في السيمانة هذا القناع لوجهنا بين هذا دابا درنا جوج خطرات في السيمانة والبقية ديالنا اش غنديرو نبقاو نتفرجوا على وجهنا وانا باغي نجمل وجهي بغيت نحيد الكلف بغيت نحيد الحبوب بغيت نحيد التجاعيد نجبد نصغار ياك وبغيت نسد التقابيل اللي كاين في وجهي اش غنخسر من الليل الليل نهز واحد الليمونه نعصرها نديرها لوجهي ونبات بها قبل ما نديرها ونبات بها نصبق دابور نغسل وجهي وندير الزيوت اللي هضرنا عليهم دونك احنا كومبينيها دي ماسك سامبل مع ماسك ان بو كومبلكس شويه مركب دونك الماسك المفرد مع المركب
بهالطريقة الأسبوع الأول غيحمقكم وجهكم ممتاز يعجبكم وتجبدته وصغاريته وبياضيته وحيد الكلف وحيد الحبوب وتسدوا التقابيه. واش بغينا؟